وهناك عودة أزمة تلوث المياه في البصرة إلى الصدارة، حيث اشتكى أهالي مناطق متفرقة من البصرة اشتكوا رداءة المياه الواصلة إلى بيوتهم، وهي عبارة أي أغلبها عبارة عن مياه مكدرة وغير مصفاة وغير صالحة للاستخدام البشري. تعالوا نتابع مواطنا من أهالي حي الحسين في قضاء الزبير بالبصرة يوثق بفيديو مصور معاناة أهالي البصرة مع ماء الإسالة الذي يضطره إلى تنظيف المصفاة كل 10 دقائق بحسب كلام الرجل. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن قضاء الزبير حي الحسين من يسمونه بالرزز، وهذا الماء الإسالة شوفوا هذا أنا حاط لي مصفى من جهة رئيسي وكل 10 دقائق لازم أنا أصفي، وهاي اللي مخلفات مالته شوفوا هذا الحشيش، أنا كل ساعة كل 10 دقائق لازم أسد الماطور وأفتح المصفي وأنظفه، وإحنا نعاني من هاي الشغلة وانسداد بالبوري والماء بعد المرات نلقى بديدان، ونرجو من المسؤولين على هاي الشغلة مسؤولين الزبير يعالجون هاي الظاهرة، يعني سدت البوالي مالتنا من كثرة الحشيش والديدان بيها، يعني كل 10 دقائق لازم احنا ننظف المصفي، وهذه القديمة اللي انا يعني افتحها واتلسها بالقاز امليها واتلسها اخليها هنا واطق القاز وانظف البوري، بعض المرات انسد عندي يعني حتى بصفة ما بي بس يصير سداد جوب البوري، اضطر انا اخلي قليلة القاز هنا والهاي سوندة وافتح القاز وانظفها، يعني لازم احنا كل 10 دقائق كل ربع ساعة ننظفه. أرجو من عندكم ومن المسؤولين المقلين أن يعالجون الظاهرة رجاء، والف رحمة على والديكم. حي الحسين منطقة الرزز، مع السلامة.